السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنحول المخرطة لمتقاب ونعمل لفلانشة 3 طقوب بكل سهولة وبدقة عالية. أول حاجة ركبنا الفلانشة على الظرف، بعد كده هنعمل شنكار لدايرة الطقوب على مقاس 75 ملي. هنعمل بالقلم علامتين قصاد بعض، مهم جدا انهم يكونوا قصاد بعض لان هناخد منهم مقاس علشان نعمل الشنكار مظبوط. هنقيس العلامتين زي ما قلنا، مطلوب شنكار دايرة الطقوب على 75. لقينا العلامتين 80-70 في قصور، بنظبط الفرق من الرسمة العرضية. بعد كده بنظبط رفة الفلانشة علشان ما يبقاش في اي ترحيل للطقوب. كده الرفة تمام. هنعمل بالقلم الشنكار النهائي. بعد ما ظبطنا مقاس الشنكار هنعمل خط بالعرض صغير علشان يكون اول شنكار لاول طق. بعد كده هنعلم بلون علشان يكون الشنكار اوضح. لو في اي معلومة او استفسار يسعدنا تفاعلاتكم مع القناة. دلوقتي هنعلم المسافة بين كل طقب وطقب. طبعا مش صح اننا نعلم بادوات القياس، مفروض يكون في برجل او اداة خاصة بأعلام الشنكرة. بعد كده بعد ما علمنا هنعمل زنبة على كل شنكار لطقب. كده تمام. هنركب الشاقة اللي هتركب عليها الفلانشة لعمل الطقوب. بنربط طبعا كويس جدا. هنركب الفلانشة على الشاقة. كده هنظبط استقامة الشاقة علشان ما يكونش في اي ميل للطقوب. بنظبط عن طريق المقلمة شمال او يمين لغاية لما تتظبط معانا زي ما احنا شايفين. بعد كده هنركب بنطة السنتر على الظرف. احنا طبعا عملنا 3 علامات بزنبة العلام مكان كل شنكار لطقب. هننزل بالسنتر في مكان كل زنبة علام. نربط كويس على الفلانشة علشان ما تتحركش. يعني لو ما عندكش متقاب او المتقاب فيه مشكلة، الطريقة دي ممتازة وعن تجربة. كده خلصنا بنطة السنتر. نيجي لبنطة التقب، نركبها على الظرف. نظبط مكان بنطة السنتر على بنطة التقب. بنظبط سرعة مناسبة للتقب. بعد كده بنعمل اول تقب. المفروض طبعا يكون فيه تبريد، لكن عشان التصوير مفيش مشكلة، التقب مسافته قصيرة. بعد كده تاني تقب. طبعا بتكون سانن البنطة كويس علشان تشتغل معاك بكفاءة. نتمنى دعمكم للقناة للاستمرارية ولتقديم كل جديد. كده خلصنا اخر تقب. هنفك الفلانشة ونراجع على مقاساتنا
زي ما هنشوف دلوقتي المقاس من التقب للتقب مظبوط، مفيش اي اختلاف. نتمنى يكون موضوع النهاردة والفيديو مع الشرح الكل يستفيد. نتمنى دعمكم للقناة بالاشتراك والاعجاب لتقديم المزيد وللاستمرارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.